ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. طب يسارع دي عايزة ننهج بقى ونجري وقبل بعض وننافس ومش عارف ايه. طب ربنا مش مكلفنا. قال ما دام قد كلف فقد حكم بأنك تسعى التكليف. اوعى تمسك الحكم الاول تقول انا اسعه او لا اسعه. لما تمسك تقول وكلف او لم يكلف. كلف تبقى تسعه. لانه لما يعلم هو ان التكليف فوق طاقتك يخفف هو التكليف من نفسه. بتسافر نبقى نكسر الصلاة. بتسافر مثلا تفطر مش لاقي ما يعمل مثلا الله. يبقى هو اذا ما دام الله قد كلف فيبقى في وسع. يجي واحد يقول لك الاعمال دلوقتي الطاقه ما عادش تتسع لها والزمن اتغير ومش عارف. يقول لك ما دام التكليف باقيا فالوسع ايه؟ لانه لما ما يوجدش الوسع هو ما يكلفش. هو ايه؟ ما يكلفش من ذاته ويخففه او ينهيه. الله. اذا انا انظر اولا الى التكليف ثم احكم على الوسع من التكليف ولا احكم على التكليف من الايه؟ من الوسع. لا نكلف نفسا الا وسعها. وسعها يعني الامر اللي ايه طاقته اللي طاقتها تقدر عليه. فاذا علمنا ان الطاقه تضعف عن التكليف عملنا ايه؟ خففنا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو الايه؟ الكتاب. اعملنا بقى والكتاب ليه؟ هو احنا يعني هنكذب ربنا؟ أما قال لك لا عشان يحج عليه. ولذلك هيقول له اقرا كتابه انت بنفسك تقراه مش احنا اللي هنقول انك عملت ولا بتاع. انت اقراه بنفسك. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لان الظلم معناها ان تريد ان تنتفع باثر الغير في الخير زياده على الليك ولا تريد أن تنتفع بشيء عند غير فتظلمه وتاخده إلا إذا كان اللي عندك مش مقضي شهواتك. يبقى إذن الظلم نتيجة الحاجة. وما دام الله هو المعطي وهو لا يحتاج يبقى هيظلم ليه؟ يبقى من يظلم؟ يظلم الضعيف مش القوي. لأن الظلم معناه أخذ حق شيء من الغير علشان تكفي به نفسك أو شهواتك. لو كنت قويا لكفيت نفسك بمجهودك. انما كونك انت عايز من الغير عشان يعمل لك يبقى انت بقى عايز تعيش تلقيحه في الكون. ولكن ربنا مش كده. فهيظلم ليه؟ يبقى الظلم ما يجيش يجي مننا احنا. انما ما يجيش من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة. ساعة ما تسمع صيغة بل يعرف انها يسموها بل الإضرابية. الإضرابية بتضرب عن اللي قبلها وتثبت اللي مين؟ اللي بعده. بل قلوبهم في غمرة. غمرة يعني احنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامة الانسان. وما دام الماء يعلو قامة الانسان يوم يمنع عنه ايه؟ النفس. والنفس ده احنا قلنا زمان ان هو الشيء الاول من مقومات الحياة. ليه؟ لان الاكل تصبر عليه شهر، المية تصبر عليها من 3 أيام ل10، إنما النفس ما تقدرش تصبر عليه إلا بمقدار حجم الهواء في رئتك. ولذلك إن كانت رئتك سليمة تاخد هواء كتير تقعد مدة طويلة. إن كانت رئتك مثلا تعبانة وتاخد شوية هواء كده ما تقدرش. ولذلك قلنا أن كلمة المنافسة بين الناس في الأعمال وفي ذلك فليتنافس جاية من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بركة كده فيها مية قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في المية ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه. فأخذت لكل عمل تنافس فيه غيرك من الايه. ليه؟ لأن الهواء هو ده العنصر الأساسي من الايه؟
ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق البنيه الانسانيه الاله ده عمل فيها اجهزه. انت بتعمل اجهزه برضو عشان تتحرك وتروح وتيجي، انما الاجهزه اللي انت بتعملها صنعه اذا منعت عنها طاقه الوقود توقفت. عربيه ماشيه بالبنزين، خلص البنزين تعمل ايه؟ طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين؟ ربنا اداك في ذاتك غذاء يقضيك شهر، وميه برضه تقضيك من 3 أيام ل10. طب بالله حد يقدر يعمل اله تمتنع عنها البنزين وتفضل ماشيه كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهوه الاكل وهاخد واشرب واكثر من طاقتي، يقول البرضه انا مش هكذبك، خد اللي انت عايزه لطاقتك الموجوده، وان تدخل الباقي لك ايه في المخزن، ولما يدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل ايه تاخد انت من الاكل، ما تلاقيش ميه تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانيه، وبعدين فاتت بقى الثلاثه، تاخروا في الطبيخ ولا تاخر في الطريق، يقوم يقول لك بقى ما عادش لقي نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل، لان لما جه ميعاد الاكل ولا اكلتش راح الجسم مديك اللي انت ايه عايزه، فشبعت. ما تقولش نفسي انصدك وتتهم نفسك وبتاع، انت شبعت اكلت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ انما اللي خلقنا عمل فيها كده. ومن المهم انه عمل لي فيها ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه، تاخد من الشحم الاول، وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم، وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخزن، اخر ايه. ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه مني، وهن يعني اخر مخزن عندي انتهينا منه، واشتعل الراس ايه شيبه. يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الهوى ما نستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن، ولا تحتال، ولا حد يرق قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا، ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه اليها اكثر من الطعام، يبقى ما يملكهاش او يملكها بسيط على قدها. لكن الهوى لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء. ليه؟ لان يما يملك هوى ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يرضى تكون مت، يقوم يقول لك لا يبقى يملك الطعام ونصبر شويه، يملك اللي مش عارف الشراب ولا. قلوبهم في غمره، بقى لما يبقى في غمره والميه تغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه. ده مش هو بقى في غمره، ده القلوب نفسها فيها في غمره. يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهواء اللي عنده ويموت. طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوى. ليه؟ لان القلب دي في حصيله كل المدركات عشان تتكون منها اقضيه تسير على مبادئها انت في حركه حياتك. لان ربنا عمل لنا وسائل ادراك، نشوف ونسمع ونشم ونذوق ونلمس ونعرف ده وزنه تقيل ووزنه خفيف، كل المعلومات دي تروح متركزه في قضايا قلبيه عقائد تنعقد على، ولذلك سموها عقيده يعني معقوده ما تخرجش ابدا. فكل شيء نستقبله بوسائل الادراك، والعقل يقعد يفنط فيه يشوف ايه الكويس وايه اللي مش عارف ايه، وينتهي الى قضيه يقول ان صيغه القلب بقى تبقى انت مبدا من المبادئ خلاص. فيبقى القلب بينزل فيه ايه؟ كل العقائد اللي هينشا عليها تدبير حركه الحياه. الادراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقت عقائد في القلب. يبقى اذا لما يبقى القلب في غمره تبقى ايه الحكايه؟ تبقى المصيبه بلغت اشدها. لما انت تبقى في غمره ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهله، انما القلب في غمره، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركة إيه؟ ولذلك قلوب لا يفقهون بها. ختم الله على إيه؟ على الله، وختم على قلوبهم ليه؟ ما يخليها مفتوحة علشان دول. قال لك لأن الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين إيه تبقى؟ نربيكوا كويس. نجري للكافر نقول له الله أنت عشقت الكفر؟ حبيته يعني؟ خلاص مش عايز تزحزح عنه؟ مش عايز تؤمن؟ بقى عش، والله انا هعمل لك اللي انت عايزه،
خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه مش بتحبه خطب. يبقى ختم الله على قلوبهم بيعطيك اللي انت عايز يقول بيعطيك اللي انت ايه عايز. ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقعدوا حزنين بقى وعاملينها شغله يموت منهم حبيب يموت منهم وحيد يحصل شغله بقى ويقعد بقى الخمسه والاربعينات ومش عارف ويمكن والذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلان ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه وبتاعه ويمكن هو ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش لا اعرف انك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زاده ويبقى بعاقب ابوه ولا بيديش هو لامه لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلوبات ويقعد بقى يزل الناس. الله يا شيخ ده انت بتاع ايه الحكايه دي؟ يوم يقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق وميزان ايه صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضه هنخليك يا سيدي فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنكري باب الحزن بمسامير الرضا. لان الحزن ان شاف الباب موارب حيتن الصقر. ان خد منك واحد وفضلت زعلان يقول لك طيب نزعلك كمان ناخد الثاني. مش انت عارف الزعل؟ ازعل. واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري. رضيت بقدري اعطيك على قدري. ما شاء الله يا مولانا. وما صوي وما خطأتنيش فيما ادركته عليك من الحكم شوفت النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا مش دي؟ طب ابراهيم راى فنوم انه يذبح ابنه ده رؤيه. كان يقدر يعني يغطرش ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع. انما لا. خدها بأهون التكليف بالرؤية. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده ويذبحه إلا لما يقول له. لأن لما الأب يمسك ابنه كده ويجيب السكينة وعايز يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على أبوه هتذبحني. فرب قال له لا ده الأول إن دي أمر من ربنا عشان يشارك الولد أباه في رضا بقدر الله. الله 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 يا سيدي ما شاء الله يا مولانا. إيه شارك الرضا. وبعدين الولد قال لابوه ايه شوف رده لان الولد هينذبح. مش قال لابراهيم هنموته وتصبر لا. مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر قال له لا انت قتله بايدك وبرؤيه ايه ده ان ابراهيم كان امة صحيح واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايه فاتمهن. قال له مدام كده بقى انت بقى امام للناس. فلما جه عشان يذبحه الولد برضه الحياه وابوه هيقتله وبرؤيه واني ارى في المنام يقوم يقول له ايه شوف اللجام يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر. يعني انا رضيت لما مدام بتقول امر من الله يبقى انا راضي. يعني اياك ان يكون ذلك ايه مش امر من الله. يا ابا تفعل ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى الولد خد الجزاء راح ولا لا. ولذلك لم يسم الله خضوع ابراهيم لامر ربه انما خضوع الاثنين. فلما اسلما الاثنين وتله للجبين عشان يتبعه كده قال له ارفع ايدك يا ابراهيم انت مش رضيت خلاص انا ماليش حظ في انت عادي انما انا عايزك ترضى بالحكم. وما دام رضيت ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. وما دام صدقت الرؤيا نبقى يعني نجزي المحسنين. الاحسان اللي هتعمله ايه يا ربي نفدي اسماعيل ده بذبح عظيم. وبعدين ومش حد اسماعيل بذبح عظيم ده انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد تاني بقى. هو سلم في واحد ايه يجيب له ولد تاني ومش يجيب لك ولد تاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل الايه رفع البلاء وادى النعم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه. ادي الحزم. فلحكمة يقضي حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما شاء الله ما شاء الله. ما دام القلوب بقى في غمره
يبقى جهاز العقائد خرب، ومدام جهاز العقائد خرب يبقى الحركة اللي هتنشأ. وش معنى يعني القلب؟ لك لأن القلب ده هو معمل الدم، معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياة. فمعمل الدم اللي بيدي سائل الحياة فسد، يبقى هينضع على الجوارح كلها ايه؟ ينضع على الجوارح كلها شر. وإذا كان صالح هينضع على الجوارح. وفي الايه جسد ايه؟ مضغة ايه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأنها مستودع الايه؟ مستودع العقائد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. مش بس في العقائد، الكل الأعمال الصغيرة ولهم أشياء كتيرة قوي، بس احنا بنجيب قمم المخالفات، إنهم لهم أعمال دون إيه بعد كده يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني ده لسه هيعملوا أعمال تانية، هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش، إنما ربهم اللي خلقهم في لوحه كاتب إنهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا، ولازم يعملوه ولازم يعملوه. ولذلك إحنا قلنا أن حكم الحق سبحانه وتعالى في أفعال في يده هي طلاقة قدرة، يعني أعمل كذا وأعمل إيه وأنت يا رب. إنما يحكم على عبده الكافر بإنه هيعمل كذا وهيعمل كذا، طب ما يمكن العبد الكافر يقول هو قال انا هعمل، ما يمكن الكافرك منه كافر تقول انا عاند ربنا ومش هعمل، عشان يقول شوفوا ربنا اللي قاله ده كلام صح ولا مش صح. بقى انت تحكم يا ربي فيما تجريه بيدك، ده كلام صح انك انت عارف قدرتك، انما تتحكم يا رب في اختيار مراد عبدك، وانت مديله الاختيار يفعل ولا ما يفعلش، تتحكم تقول لا ده هيفعل هيحصل. الله، ليه؟ أم قالك لأنه عالم بما كان وبما سيكون. ولذلك ما فيش، احنا كنا اتكلمنا في آية ايه، اللهم صل على سيدنا، تب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كلمة سيصلى تدي مستقبل. طب حكم الله على مستقبل مين؟ أبي لهب، بإنه حيكون من أهل النار، مع ان ابو لهب في امه وناس كتير كانوا كافرين زيه، وبعدين فوجئ الناس بانهم امنوا. فما الذي كان يضمن ان ابو لهب ساعه ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب، يعني حكم الله عليه بانه سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيموت كافرا وهو مختار، بقى ما كانش يقدر المغفل ده يقف كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويؤمن، يقول أديني أمنت ولا ليش، ما بقيتش من مين؟ من أصل ذات نار، مع أنه مختار في أن يفعل، لكن الله قال قديما لا مش هيفعل مع أنه أمر في إيده. يبقى دي طلاقة القدرة على الله في فعله وعلى خلقه في أفعالهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، هيعملوه. مش كمان انا قلت زي ما تيجي تقول له ايه الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا، طب ممكن الولد يقول والله انا مغلط ابوه ولا مش عامل، الولد ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا، والولد يجي نصح كده يقول طب والله ما انا عامل ابوه عشان اكشفه، مع انه مختار برضه يعمله. يبقى ده دليل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركات والده واسه، لكن يمكن الولد برضه يعني يتغير ويقول طب ما رد ابويا بقى واعمله، قال لك لا، لأن أباه علمه قاصر ولكن علم ربك مستوعب. وزي حكاية جحا، مش عارفين حكاية جحا، كان له أخ النوم من أبوه، فأبوه بيخاف على الولد منه يقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد، اكرمه ما تجوعوش، امشي بيه مش عارف ايه، يقوم الولد يعمل ايه؟ يعمل العكس. أما أبوه احتار وياه، قال طيب هلا انتوا ماشيين على الترعه دلوقتي، ادي اسمع، يبقى خد اخوك كده وارميه في الايه؟ في الترعه موته. قام هو قال الله وانا هفضل عصب يا طول عمري. ما يمكن، لان علمه ناقص، علمه ناقص، انما ربنا علمه كامل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لانني حكمت. وما دام حكمت طلاقة القدرة مش قدرة فيما أفعله، لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيري ممن أعطيته الاختيار. نعم.
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى إذا عذاب قعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويكفروا. وبعدين بقى لما نحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العامة نزغزغهم بشوية حاجات كده يروحوا صرخين الله ما كنتوا رجالة وعاملين رجالة وإيه اللي خلاص الله. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أخذنا أي كلمة أخذ دي في القرآن واخذ مجال واسع. ما هو الأخذ؟ الأخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب أن تستولي عليه. مش جاي لك طاقة كده. ولذلك يقول لك أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة خدتهم يعني تململوا كده ما تغضبش. يبقى اسمه ده الإيه؟ إن أخذه أليم شديد مهما عصلك ما فيش فايدة. هذا اسمه الإيه؟ الأخذ. طب أخذ مترفيهم، من هو المترف؟ احنا قلنا إن الترف التنعم بالنعمة في حياة كمال ضروريات وكماليات. الضروريات تسترقي الحياة، الكماليات تسعد الحياة وترفيها وتثريها. فالمترف هو اللي عنده نعمة وأكثر من الضرورة. طيب دي يقال ترف الرجل يترف من باب فرحة يفرح، خلاص دي كويسة قوي. وأطرفته النعمة أطغته، بقي النعمة عنده خلاها بقى إيه؟ وأطرفه الله وسع عليه النعمة عشان إيه؟ عشان يزداد. ولما يزداد يبقى الأخذ بتاعه شديد، لأنك إذا أردت أن تعذب واحد ما تجيبش واحد كده فقير وبتاعه وتقول أنا هعذبه، لا تخليه بقى إيه؟ يطلع ويبقى عنده قصور وضياع ويقدر مش عارف بعدين تاخده. تبقى الاخذ اليم وشديد ولا لا؟ لما زي ما تشوف واحد مسك ايه العير الصغير، ساعه ما يشوف واحد شال كده عير يقول لك ده بيهشكه. طب مسك عدوه كده وقعد يرفع لك هو بيهشك عدوه يا اخويا؟ لا ما بيهشكوش، ده بيعليه قوي عشان لما يضربه في الارض يبقى هدر جامد. هي دي. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمه ليزداد ايه؟ ليزداد طغيانا. ولذلك قلنا الآية في الحلقات السابقة فلما نسوا ما ذكروا به أي من منهج الله إيه عملنا فيهم إيه؟ مش ضيقنا عليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل حاجة بقولك في التراب يبقى ذهب، مش عارف يزرع يجي مش عارف إيه. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يبقى إذن النكاية تبقى شديدة ولا ما إيه؟ تبقى النكاية إيه؟ شديد. أخذنا مترفيه. طب هو أخذ مترفيه عمل فيهم إيه؟ أم قال لك المترفين كانوا بقى النعمة كل خير الجزيرة بيصب في قريش، وعاملين بقى سهراتهم وعاملين بقى الأشياء اللي بيعملوها والنعم والملابس والخيام والقيان والدنيا الهايصة. وبعدين أخذ الله هؤلاء بالسنين، لأن النبي لما شافهم أطرفوا بالنعمة قال اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني شدد عليهم الله، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فأصابهم الله بالسنين وبالجدب. قالوا حتى أكلوا الموتى والجيف، وأكلوا حاجة اسمها العلهز. لما الواحد يذبح ذبيحة يقوم الشعر والوبر يتخلط بدم، يقوم لما الشمس تبخر بتاع يجمد الدم ويبقى كلاكيع كده. قعدوا يدوروا على دي برضه الفضلات دي وايه وياكلوها، لحد ما ابو سفيان قال له مش انت رحمه للعالمين واحنا من العالمين، ما تدعي ربنا انه يعني. فدعا الله سبحانه وتعالى ففرج عنه. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اهم جاءوا اذا هم يجأروا. اه ابو سفيان راح قال له كذا 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 وكذا. طيب اخذنا مترفيهم بالعذاب او هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى يعني هم الساده وهم اللي عمالين يذلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلهم ويعمل الله ونسوان يقتلوه. طيب وبعدين حتى أنزل الله في هذه الحالة القاسية اللي المؤمن مش قادر يحمي نفسه يقول إيه سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم عمر يستقبل الآية يقول أي جمع هذا؟ احنا مش قادر نحمي نفسنا، أي جمع اللي هيهزم؟ فلما جاء يوم بدر وشاف المسألة
قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، إما عذاب بدر وإما عذاب الجذب والآخر، إذا هم يجأرون. يجأر يعني علي صوته صارخ. والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها، فيصرخ عشان يجي إيه؟ يقول نزل اللي عنده حريقة، تقول لك صوات وصراخ، يبقى معناه أنه حصل له إيه؟ إذا هم يجأرون. يجأرون أنت فاهم؟ هي يجأر دي زي يجعر، قد زيها تمام كده. يجأرون يعني يعملوا إيه؟ يجأرون. والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجول، زي الإيه؟ طب ما كنتوا رجالة، مش تخليك راجل بقى كده وكده. اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاع، وهو عرف ايه، جاب الحتة الحديدة وقفها زي الحربة كده وخلى السبع يفتح بقه ايه، وبعدين ايه حط ايده. السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده، لان الشوكتين شوكة تحت في الفك الاسفل وشوكة الفك الاعلى، يعمل كده بيتعب نفسه. قعد بقى ايه يتملمس، كل ما يتملمس بنقول له خليك سبع بقى انت، يعني انت مش كنت عامل سبع، خليك سبع اهو. واذا هم يجعرون، ايه اللي خلاكم كده؟ ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات؟ جيتوا ليه تجعروا كده؟ ده كان اقل المبادئ ان هو تجلدي للشامتين وريهموا اني لريب الدهر لا اتضعضعوا، يعني تتجلد شويه كده. قال لك انا هخدع نفسي بقى، من هموت وانا عاجل. إذا هم إيه يجأرون، أي يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والإيه والمنجي من المهلك. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. طيب ربنا بيقول لهم بإيه؟ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لا تجأروا اليوم، لأن اللي بيجأر ده ويجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره. طب مين انت؟ انت فاهم ان انا حاجة انصرك؟ ما تزعقوش لأنكم لم تنصروا من جهتنا، لأنني انصر مين؟ أوليائي، انصر رسلي، انصر من ايه؟ من ينصري. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصروا. اقطعوا العشب إنني اللي هنصركم. ليه؟ لأنني اللي عملت اللي خلاكم تجأروا، فإذا كنت أنا اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه، أنا أجي أزيله؟ إنكم منا لا إيه؟ لا تنصرون. ولذلك في الآية الثانية بقى يقول يلا يا فتوات اللي كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض، واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسقفون وتنبسطوا منه ومش عارف إيه، يقول له إيه؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون. ما تتجلعنوا كده بعض وتنصروا بعض، بل هم اليوم مستسلمون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. وكيف ننصركم بجأركم هذا؟ لقد قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. طب اشمعنى دلوقتي بصر؟ طب ما لي آياتي بقت تلقى عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود، تجي لكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق. الآيات اللي بتقول أن الله موجود تقول لا ما فيش موجود، ماشي لا ده له شركاء. وبعدين تيجي آيات معجزة تقولوا لا ده كذاب وساحر ومش عارف ايه، خلاص. تيجي آيات الأحكام تقولوا ما اللي مش ماشي علينا دي، ما تمشيش علينا الله. طب ايه ما تخليكم رجالة زي ما قد كانت آياتي ايه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. هناك آية تانية نكص على ايه؟ على عقبين. الإنسان حين يمشي ربنا عامل له كشافات في عينيه تكشف له الطريق ليعلم أين. هذه كشافات موجودة، فإذا أنت أردت أن تمشي تمشي إلى أمامك، لكن ذولي حيؤخذوا أخذ يخلي الدولاب بتاعهم يتغير. الناس بتمشي من قدام، هو يمشي على إيه؟
العقب اللي هو مؤخر الايه القدم، يعني معناه يمشي بايه يمشي بظهره. قال له ما انت لخبطت الدنيا، الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عني، برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك. وبعدين ما دام مشي بظهرك لا تعرف مواقع الايه، تبقى الصوره اللي حدثت لك دي ما دام انت نكست علاقة بذاتك انت اللي عملت، قعدت تمشي القطار. هو يسموها ايه في العربيات، مرش ايه؟ مرش دير يعني كده. ومع ان المرش دير يبقى لازم بعد برضه يقول له لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. الله، اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك في ذاتك هو. يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جات لك الهدايه رحت مغمى عنها، فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده. يبقى نكس على عقبه، يعني ايه؟ مشي بظهره، مشي بظهره. فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين، ما معنى الاستكبار؟ استكبر فيها ألف وسين وتين على مادة كاف وبه وكبر، تبقى المادة أصلها إيه؟ كبر. كبر دي يعني معناها بقى إيه؟ كان صغيرا فأصبح إيه؟ فيه المادة برضو كاف وبيه وليه بس كبر. كبر للقيم وكبر للعمر، يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمة، يبقى فيه في المعاني كبرت، وفي العمر والسن يبقى ايه كبر. طب استكبر يعني ايه؟ قال لك استكبر افتعل الكبر. افتعل لان استفهم طلب الفهم، واستكبر يعني طلب انه يبقى كبير، لكن هو مش كبير في ذاته، لكنه مش كبير في ذاته. وما دام مش كبير في ذاته، ليه مش كبير في ذاته؟ قال لك لان الكبير ده هو اللي تكون مقومات ضرورياته او طرفه من ذاته، انما اذا كان واحد مقومات ضرورته وطرفه من غيره يبقى بيتكبر على ايه؟ يبقى ما يصحش تقول له اتكبر، ما يصحش. ليه؟ لان انت مش من عندك، تتكبر بحاجه ذاتيه فيك، انما تتكبر بصحه وقد تصبح مريضا، تتكبر بغنى وقد تصبح فقيرا. الله، يبقى اذا المساله الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح، يبقى لمن مقومات ضروراته وكماليته بايه؟ بذاته. انما مقوماتك من الغير وتتكبر. طب تعالى بقى في الخلق، مقوماتهم كلهم منين؟ من الغير. يبقى لهم حق انهم يتكبروا؟ ما لهمش حق انهم يتكبروا. يبقى له حق انه يتكبر من بقى؟ الله، بس الكبرياء لله وحده، بس لوحده. ليه؟ لانه هو واهب الغير ما يمكن ان يتكبر به، انما هو. طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر. طب المتكبر ده بيجيبها صفة جمال لله؟ ليه؟ لأن رب الخلق أجمعين، ومن مصلحة الخلق أن يكون الله متكبرا، عشان ما فيش حد يرفع راسه من خلقه أبدا. من مصلحة الأسرة أن يكون فيها واحد إيه؟ كبير. ولذلك يقول لك اللي مالوش كبير يشتري له إيه؟ لأنه صحيح هيبقى علي إن عملت ذنب، إنما يبقى ليا إن عمل فيا ذنب. يبقى من عظمته أن يكون إيه؟ أن يكون كبيرا. فإذا متكبر ما تبقاش إن دي صفة، ده صفة جلال لله. ليه؟ لأنه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه، ما حدش يقدر يرفع إيه؟ يرفع رأسه. ولذلك تجد من أسمائه المتكبر، ولكن ليس من أسمائه الأكبر. ليه؟ إن هي اللي أقوى، أكبر ولا كبير؟ يقول لك لا، من اسمائه برضه الكبير. طب ما كان يقول الاكبر، اما قال لك لا، انت بتفهم ان الصفه لما تيجي فيها مبالغه تبقى مادح. دي عندكم انتم فلان عالم وفلان اعلم، فلان قوي وفلان اقوى، انما لما تيجي تقول الله اكبر
يبقى معناها أنك شركت معه كبيرا، بس هو أكبر، لكن كبير يبقى الكل صغير. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء، والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره، وأي مخلوق لا يملك زي ذاتيات الكبر. يبقى الكبر يجب أن يكون صفة لمين؟ الكبير، لله الحق سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بخلقه أن من أوصافه المتكبر. ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه. فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء، فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعا إن فعلوا فيك شيء. يبقى أنت اللي كسبان بالصفة، مش نعم. مستكبرين به، يعني جايبين مدعين الكبر. طب إيه مستكبرين بإيه؟ به العلماء عند الضمير ده، لأن الضمير من البهمات، هو معرفة صحيح، إنما معرفة بمرجعه. جاءني رجل فأكرمته، يبقى اللي بين لي الهيه دي مين؟ رجل. يبقى لازم مرجع الضمير يبان، ما دام ما فيش، ما تقدمش حاجة عشان مستكبرين به بإيه؟ أصل ما فيش إلا المسألة الرسول الذي أرسل والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا، يبقى يا يروح لدي يا يروح لدي. مستكبرين به، أم قال لك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية، وضع سيادة وشرف، ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة، ولا في حد يقدر إيه، مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا أشياء سل ونهب، إلا قبائل قريش. تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ أم قال لك واخدين السيادة دي منين؟ قال لك من البيت، البيت الحرام، احنا سدنة البيت، خدام البيت، محدش يقدر، مش عارف ايه. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يعمل فينا حاجة في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج، ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما ينعملش. فالناس بقى يبقى السيادة جاية لهم منين؟ من البيت. السيادة جاية لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القرآن. السامر هم الجماعة اللي يسمروا كده بالليل ويقعدوا بقى كده يتكوا ويجيبوا سيرة الايه؟ سيرة الناس. ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسة، لا، مستكبرين به، مستكبرين بالبيت على الأمة كلها، ولا حد يقدر عليكم، ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا. تسمروا بإيه؟ بهجر. الهجر هو الفحش الكلام في مين؟ في القرآن وفي محمد. الله، بقى اللي انتم بتستكبروا بيه وخدتوا السيادة من بيه، تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الأصنام، وتيجوا اللي ربنا رب البيت بعته ومنزل القرآن، تيجوا تعملوا الهجر فيه. يبقى ايه اللي اتأدب ولا مش اللي اتأدب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. وعلمه الرماية كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده بيه وتعلم، قام راح رمين انت. وعلمت انه ينظم شعري ويقول اول قافية قال شتم فيا، فانتوا انتوا استكبرتم على الامة كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفة وطيش. القرآن سحر، القرآن مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون، بشكل تجاد هذه بهذه. ده الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبئكم وينبه إن ضروريات حياتكم تفضل منه، حينما جاء أبرهة عشان يهدم مين؟ يهدم البيت وينقل العظمة دي كلها هناك في إيه؟ الله. طب لو انهدم البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم
وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم، يوجهوا ناحية البيت، يوم حد يجي في ودنه كده يقول له ابرك محمود، الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود وارجع راشد، يعني امسك بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. يقوم الفيل يوجهه الناحية دي، يروح متوجه ليه؟ الناحية التانية. حبس الفيل بالمغمس، ما يتوجهش قبل الحيوان نفسه. فلو أن الله مكن هؤلاء من أن يهدموا البيت ويحولوا القداسة إلى صنعاء زي ما هم عايزين، كانت مهابتكم جرالها إيه؟ كانت سقطت مهابتكم، وبعد ذلك اكترأ عليكم العرب كما يكترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس، يبقى السيادة تضيع. يبقى إذن ربنا حفظ البدع عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: فجعلهم، يعني أرسل طير أبابيل ترميهم بحجارة، فجعلهم زي التبن كده، زي ما تشوف التبن كده كعصف، إيه إشري حاجة مأكولة مأكولة. وإقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش، يعني جعلناهم كعصف مأكول ليألف قريش السيادة كعهدهم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من هم ما كانوش يقدروا بعد كده يروح لرحلة شيء، فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم، حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايدكم وتخافوش. إيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والصيف. يعني اللام هنا ده تعليل لآخر الصورة، فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإيلاف قريش. إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. قال كان الواجب بقى إن اللي حماكم وأدام لكم هذه السيادة إنكم تعملوا إيه؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وإيه؟ وآمنهم من خوف. فأنتم مستكبرين بالبيت وبعدين تسمروا فيه وتهجروا وتقولوا الهجر إيه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون،